احنا بمرور الوقت كي تطورت الافكار وتهيكلنا في شركه تعاونيه وعملنا دي كونتاكت بناس اخرى ومع تطور التكنولوجيا اتضح اني النجم ندخلوا في المنتوجات البيولوجيه بالمنطقه يعني بالتنسيق مع الشركه التعاونيه ومع جي زيد مشكورين عملوا لنا دي فورماسيون على طريقه المدويات وعلى الشيء هذا ومع ليكوسيرت زاد اللي هي الحاضنه بتاعنا اللي هي مكنتنا من السيرتيفيكا هذه واللي هي تعطينا في الشهادات اللازمه واللي هي تمدنا بالمعلومات من الجديده اللي تتطور في الوقت. اقتنينا آلة مدوية رش سعتها 400 لتر. احنا كما قلنا نستعملوا في المنتوجات بتاعينا نستعملوا أدوية بيولوجية بالأساس اللي هي ما نعرفوهم بالتراسير واللازير والهمبيسيدين. نحن نعرفوا أن اللوزي تبدأ في مرحلة التنوير يوم 15 مارس. في الوقت هذا يلزمنا نحن نبدو في عناية يومية مباشرة مع الشجرة أنه في كل وقت وقت تمس باش تمس بالإنتاج وتمس بحاجة يلزمنا ندخلوه. الفلاح يعمل يتصل بينا في الشركة التعاونية يقولنا رو ثم نوعية المرض الفلاني ولا نوعية يلزمنا نداو في الوقت الفلاني هذيك حاجة اللي يطلب لنا الشيء هذا نمر نحن ندخلوا على في وقت قياسي ونتصلوا زادة بالخريطة الإرشاد الفلاحي اللي هي زادة نأخذ منها المعلومات زادة على نوعية المرض الموجودة وقتها ولا نوعية الليموش الموجودة. احنا بالتنسيق مع التعاون الالماني بما يعرف بجي زيد اللي هو عملنا تكوين للفلاحه وللزال الخدمه اللي عندنا في الشركه وعمل تكوين لنا احنا في طريقه المدويات وفي نفس الوقت زاد مكننا من البدلات بتاع اللي نستعملوها في اللي هي لي ماسك لي بوت لي غون الكومبينيزون كومبلي. عملوا لنا تكوين كيفاش نجموا نستعملوها ويلزم نستعملوها في وقت المدويات اللي هم عطيناهم الخدمه بتاعينا ولا باش يخدموا بهم. في نفس الوقت انه التكوين زاد امتد انه حتى ورونا كيفاش نجموا نداو الجر انه نتفادوا الايامات اللي فيها الريح باش الدواء يمشي للاماكن اللي نجموا نداوها بالكدا وينجم ياثر على الواحد هذاك لانه الريح ما يخليش الدواء يمشي لبلاصته. اثنين انه يلزم نداو في خاطر نحن الاشجار بتاعنا مغروسه في منظمه وفي نفس الوقت مختلطه نولوا نحن كل افيك دي لين يعني في خطوط منظمه يوقع المداويات الكتار فيه قرابه 400 شجره اللي تداوى اون ليني مع بعضها. دوزوفريي دوزوز خدامه هما اللي يقوموا بالمداويات في اللحظه ذيك انه اون باراليل مع بعضهم. طبيعه الحال كما قلت لكم الخدمات اللي نقدموها للمنخرطين اللي تابعين الشركه التعاونيه نقدموها لهم مجانيه. يوقع المداويات كل 15 يوم انه نحن وقت اللي نداو يلزمنا نبقوا نتابعوا في الشيء هذا انه اذا كان المرض ما تحدى الشيء هذاك والموش هذيك ما قضيناش عليها نولوا نبدلوا نوعيه الدواء وفي نفس الوقت نعاودوا بنوعيه دواء اخرى. اذا كان داوينا باللازير في المرحله الاولى المرحله الثانيه نمشوا للتراسير وعندنا زاد 15 يوم اخرى المرحله الثالثه نمشوا للامبيسيدين اللي هي تتمد المرحله هذه 45 يوم كل 15 يوم احنا عندنا طريقه تاع دواء. اذا كان احنا ما ثماش مرض ولا ما بقاش يمتد ولا مش موجود بما انه المناخ زاد احنا يعاوننا ما عندناش لانه احنا بلادنا فيها الهواء الطبيعي وفيها وعندنا الندوه والميديتي بما يقال عليها ناقصه عندنا مرات نداو مداويات مره واحده ما نعاودوش دواء مره ثانيه لانه هذه من الصفات اللي عاونتنا على الفلاحه البيولوجيه هي المناخ المعتدل والمناخ الباهي اللي شجعنا على الشيء هذا. بصفتي كمنخرط في الشركه التعاونيه وفلاح وانخرط في الفلاحه البيولوجيه من سنه 2010 انا ننصح كل فلاح انه ينخرط في الفلاحه البيولوجيه ويتبع البروسيدير بتاع المنتوجات البيولوجيه لاني اول حاجه تحافظوا على الارض بتاعو تحافظوا على الشجره بتاعو في نفس الوقت نحافظوا على صحتنا البشريه اللي هي هذه الاهم وفي نفس الوقت انه نجموا ان المنتوجات بتاعنا نجموا نصدروها ونجموا نخدموها لانه اذا كانت تكون فيها دي فيها خصوصيات معينه نجموا ننافسوا بها ونجموا اللي هي مش موجوده في اماكن اخرى. بارك الله فيكم.